السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا من جديد مع سلسلة السيمينارات المهنية اللي عم تقدمها نيرت أكاديمي بحلول فصل الصيف. نحن اليوم مستضيفين الأستاذي والمهندسي يمامة حسين، وهي مهندسة اتصالات وتكنولوجيا معلومات، عندها باع طويل في العمل في مجال التصميم وبرمجة الويب والتصاميم الجرافيك. رح نعطي الكلمة للأستاذ يمامة حتى تحكي لنا شوي عن خبراتها وعن معلومات حولها بين ما يدخل الأصدقاء الجدد يلي هن انضموا لنا، بعدين ننطلق بالسيمينار وموضوعه واللي يتعلق هو بتصميم الويب وبرمجة الويب، وهي اللي مهنة الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط حالياً والأكثر والأعلى مدخولاً في العمل الفريلانسي. أستاذة يمامة، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ مؤمن، الله يا يعطيكم. حياكم الله، الله يبارك فيكم. أستاذة يمامة، فينك تحكي لنا بس شوي هيك عن خبراتك، شو عم تعملي، شو عندك مهارات، بين ما أنه يصير في عنا دخول للأشخاص وبعدين نبدأ بالسيوم إن شاء الله. تمام ما شاء الله. أول شيء يمامة حسين، مهندسة اتصالات تكنولوجيا معلومات، بشتغل بمجال تصميم مواقع الويب وبرمجتها، أيضا بشتغل بمجال تصميم الجرافيك، بشتغل على الفوتوشوب، على الإليستريتور، على الإليستريتور بمجال تصميم العلب والاستيكرات وهالأمور، بالفوتوشوب بمجال معالجة الصور وتصميم الإعلانات، أيضا بمجال تحرير الفيديو عن طريق البريمير، عندي خبرة بالبريمير وبالافتر افكت، يعني ببرامج التصميم الجرافيكي جميل، بشكل عام، ما شاء بمجال الله. الاكسل المتقدم، بناء البرامج المحاسبية بالاكسل المتقدم والبرامج باستخدام الاكسس. ما شاء الله، ما شاء الله، خبرات كبيرة، ونحن أخذين جزء منها وعم نعمل عليها سلم، إن شاء الله يكون حلو ولطيف. تفضل يعني، وهذا نحن أكيد يعني الواثقين فيه إن شاء الله تعالى. تفضل أستاذ إمام، خلينا جزاكم نبدأ إن خير، شاء الله. الله يعطيك ألف عافية يا رب. الله يبارك. السلام عليكم جميعا، الله يعطيكم العافية يا رب. إن شاء الله بهذا السيمينار رح نقدم معلومات عن تصميم وبرمجة الويب، من رح نبدأ بهذا المجال، كيف إن شاء الله رح نبدأ نشتغل بهذا المجال، نطلع منه دخل ممكن إنه نحن نعتمده كمهنة إضافية بالإضافة لمهنة نحن عم نشتغلها، كيف ممكن نحن عن طريق هذا المجال إنه نشتغل أونلاين، نشتغل فريلانسر، ممكن إنه عن طريق إنه هذا المجال أيضا نحن نتقدم بمجالات أخرى. أحد المجالات الأخرى اللي نحن ممكن إنه نتقدم فيها إذا تقدمنا بمجال تصميم الويب هي تصميم الجرافيك، لأنه فينا نعتبر إنه المجالين هن عبارة عن جزئين ما بينفصلوا عن بعضهم. فأنا كمهندس بعرف بتصميم الويب، فرح ألاقي حالي مضطر مستقبلا إني أنا أتعلم تصميم الجرافيك أو الجرافيك ديزاين. كبداية أول شيء بالسيمينار إن شاء الله رح نبدأ بمقدمة إنه بس إنه الإنترنت صار بحياتنا بكل مكان موجود، يعني صار شيء أساسي بحياتنا. عمليا حسب الإحصائيات في 63 ألف عملية بحث على جوجل بتتم خلال ثانية واحدة كل يوم، وأكبر الشركات العالمية مثلا مثل أمازون، مثلا مثل مايكروسوفت، مثلا مثل شركة فيسبوك، يعني كلها هي بتعتمد أو بتقدم خدماتها عن طريق المواقع الإلكترونية. فالمواقع الإلكترونية أو الإنترنت والمواقع الإلكترونية صارت يعني بحياتنا هي عبارة عن وسيلة للبحث، صارت وسيلة للتواصل، وسيلة للتعليم، للترفيه، يعني حتى أيضا بكل بساطة أي معلومة أنا ما عرفتها فممكن أني أسأل أو أحط سؤال على جوجل لحتى يطالع لي كم هائل من النتائج أنا أحصل من خلالها على المعلومة اللي أنا بدي إياها أو على الإجابة اللي أنا بدي إياها على سؤالي، فحتى بدون ما أضطر أني أنا أسأل حدا. هلأ ببداية أو أول شيء رح نبدأ بتصميم المواقع أو نعرف إنه شو هو الموقع الإلكتروني، لأنه صراحة اللي بده يدخل بهذا المجال رح يلاقي حاله قدام كم هائل من المعلومات، أو قدام كم هائل من لغات البرمجة، قدام كم هائل من قواعد البيانات، قدام كم هائل من الفريم ووركس أو من إطارات العمل أو من المكتبات، فما رح يعرف شو هو المسار اللي رح يبدأ فيه، أو حتى إذا بدأ فما رح يلاقي عنده إمكانية تمام إنه يكمل. رح أبدأ معكم إن شاء الله بمشاركة الشاشة. رح نبدأ أول شيء بالموقع الإلكتروني، تمام؟
أول شيء أنا إذا بدي أشتغل بمجال المواقع الإلكترونية بهمني إني أفهم 3 شغلات. أول شيء شو هو الموقع الإلكتروني وكيف أنا راح أنشئه وشو هو المسار اللي راح أمشي عليه لحتى بالنهاية أنا أصير مبرمج مواقع. طيب بعد ما أنا أنشأته لهذا الموقع وخلصته من عندي على الجهاز، شو هي الأشياء اللي أنا مضطرة إني أعملها لحتى يصير هذا الموقع أونلاين أو يصير متاح قدام كل الناس إنها تتصفحه أو إنها تتفاعل مع هذا الموقع؟ يعني أنا بحاجة أول شيء إني أعرف كيف راح أصمم هالموقع وبرمجه، تمام؟ بعدين كيف راح أرفعه أونلاين؟ عملية رفعه أونلاين هي تنقسم لقسمين، القسم الأول هو أنا يكون لموقعي اسم عن طريق الناس تتصفحه، يعني مثلا انا فوت على جوجل كروم او على فايرفوكس او على انترنت اكسبلورر وحط اسم موقعي مثلا نيردز دوت كوم، تمام؟ هذا الاي بي ادرس اللي بيتم ترجمته لاسم وهو بيكون يونيك او فريد، فهذا اللي بنسميه اسم الدومين او بنسميه الدومين، تمام؟ هو عبارة عن اي بي ادرس بيتم ترجمته لاسم معين مثلا نيردز دوت كوم، تمام؟ ثالث شيء انا هالصفحات اللي انا عملتها على موقعي، يعني أنا الصفحات الموقع الإلكتروني وين راح أروح فيها، وهي المرحلة الثالثة اللي أنا راح أحطها على الإنترنت على شيء اسمه السيرفر، وهو عبارة عن فينا نعتبره إنه جهاز كمبيوتر بمواصفات عالية. إذا أنا بحاجة لا أنا كنت أنا هذا الأساس إذا أنا بحاجة لثلاث أمور، الأمر الأول إني أعرف منين حأبدأ بالتصميم والبرمجة، الأمر الثاني كيف راح أرفع هذا الموقع أونلاين، راح أجهز الدومين، راح أربطه بالاستضافة، وراح أرفع آخر شيء ملفاتي على الاستضافة اللي هي عبارة عن جزء من السيرفر أنا بخزن بياناتي عليه أونلاين بحيث إنها تكون متاحة أمام الجميع إنهم يتصفحوا صفحات هذا الموقع. طيب شو الموقع الإلكتروني اللي نحن عم نحكي عنه؟ أنا إذا بفوت وبتصفح أي موقع مثلا مثل نيردز دوت كوم رح لاقي قدامي إني مجموعة من الارتباطات التشعبية. الارتباط هو عبارة عن رابط أنا بضغط عليه فبينقلني لمكان آخر، يعني أنا انتقل من صفحة لصفحة أو من مكان لمكان. فإذا رح نعرف الموقع هو عبارة عن مجموعة من الصفحات المرتبطة مع بعض البعض، يعني أنا بحاجة الآن إني برمج إما صفحة واحدة، فإذا كان الموقع عبارة عن موقع ذو صفحة واحدة، أو مجموعة من الصفحات اربطها مع بعض البعض عن طريق روابط تشعبية أو ما يسمى بالهايبر لينك. مثال مثلا عن الهايبر لينك، هلا أنا مجهزة لكم مجموعة من المواقع رح نحتاجها أو رح تكون كمرجع أثناء عملية تصميم الويب. مثلا أنا إذا جيت وضغطت على هاي الكلمة، فأول ما بضغط عليها فهي راح تنقلني لمكان آخر أو لصفحة أخرى، هذا اللي نحن بنسميه ارتباط تشعبي. فمجموعة من الصفحات أنا عندي مرتبطة مع بعض البعض فشكلت لي هي صفحات الموقع الإلكتروني. من شو بتتكون الصفحات؟ حسب ما أنا مخططة لهذا الموقع إنه يكون، ممكن إنها تتكون من صور، ممكن إنها تتكون من فيديوهات، ممكن إنها تتكون من نصوص، ممكن انها تتكون من مخططات مثلا، ممكن انها تتكون من ملفات قابله للتحميل مثلا فورم انا اعبي فيه البيانات. فيعني بشكل عام الصفحه بتتكون من نصوص، من صور، من فيديوهات، تمام؟ والصفحات مرتبطه مع بعض البعض. هاي بشكل عام شو هو الموقع الالكتروني. طيب انا بحاجه اعرف انه الموقع الالكتروني هو له نوعين، النوع الاول اللي هو الاستاتيك والنوع الثاني اللي هو الدايناميك. ستاتيك ويب سايت يعني انا عندي موقع فينا نعتبره جامد، هون انه كيف ربط الصفحات مع بعضهم، حكينا عن الهايبر لينك. الستاتيك ويب سايت هون انا بالستاتيك ويب سايت انا ما عندي داتابيز. داتابيز اذا رح نعرفها هي عباره عن مجموعه من البيانات او مجموعه من المعلومات مخزنه ضمن قاعده بيانات ضمن جدول، خلينا نقول يعني عندي أنا مجموعة من البيانات مخزنة ضمن داتابيز. فالستاتيك ويب سايت ما بيعتمد على شيء اسمه داتابيز، يعني ما بياخذ بيانات من الداتابيز مباشرة. أنا من جهازي طلبت مثلا جوجل دوت كوم، اتصل بالسيرفر ورد رجع لي النتيجة مباشرة بدون ما يرجع لأي داتابيز. فهو عبارة عن ستاتيك، يعني أنا بقدر عن طريق هذا الموقع فقط إني أقرأ محتوياته، ما عندي أي تفاعل مع هذا الموقع. طبعا انه تصميم هذا النوع من المواقع هو امر جدا سهل، بيعتمد على لغات بسيطه، يعني انت اذا عندك اقل اساسيات بالويب ديزاين فانت بتقدر تصمم لهذا الموقع. هذا الاستاتيك.
ما في أي تفاعل بين الكلاينت بين المستخدم المتصفح وبين الموقع، تمام؟ ما عندي مثلا نظام عضويات، ما عندي نظام تسجيل دخول، ما عندي مثلا عملية دفع، هاي الأمور كلها غير متاحة بالستاتيك، قراءة تصفح لا أكثر ولا أقل. نيجي على النوع الآخر من الويب سايت اللي هو الدايناميك، هون بقى صار الموضوع أكثر تفاعلية، يعني أنا هون دخل عندي موضوع قواعد البيانات وهي اللي بتتشعب لعلائقية وغير علائقية، فأنا هون بحاجة إني أنا أشتغل مع عملية برمجة. هلأ بهون تعتبر أقرب للتصميم، أنا رح ممكن بالـ HTML والـ CSS لحالهم، هدول اللغتين إني أنا أصمم موقع ستاتيك، بينما بالـ HTML والـ CSS بشكل يعني لوحدهم أنا مستحيل أقدر إني أصمم موقع دايناميك، بحاجة للداتابيز، هذا المكون الإضافي اللي دخل عندي جديد حتى أنا أقدر أشتغل موقع بيتفاعل مع المستخدم. مستخدم أو الكلاينت هون، تمام، رح يدخل على البراوزر، رح يطلب موقع معين أو رح يطلب خدمة معينة، رح يتم الاتصال مع السيرفر، السيرفر رح يتصل مع الداتابيز، الداتابيز رح ترجع بيانات للسيرفر، بيرجع السيرفر بيرجع المعلومات للكلاينت. إذا هيك بتم مخطط الطلب. أما هون بالستاتيك لا، أنا عندي request وريسبونس، يعني عندي أنا طلب واستجابة. البراوزر الكلاينت عن طريق البراوزر بيكتب الشيء اللي هو اللي بده اياه او بيطلب الصفحه اللي هو بده اياها عن طريق الريكوست، تمام، سهم باتجاه السيرفر، السيرفر بيبحث ضمن بياناته ضمن الصفحات المخزنه فيه وبيرجع لي ريسبونس للعميل او للمستخدم. اما هون لا، الموضوع مختلف، الكلاينت راح يطلب من السيرفر، السيرفر راح يتصل بقاعدة البيانات، قاعدة البيانات راح تعمل يعني مثل أشبه بالاستعلام، راح ترد لي البيانات، يرجع السيرفر يرجع لي المعلومات على شكل صفحة HTML للكلاينت. عمليا اللغات مثلا خلينا نقول إنه موقع مبرمج بالبي اتش بي، تمام، هو وقت اللي راح يرجع لك السيرفر البيانات فهو راح يرجعها على شكل صفحة HTML، انت ما بتقدر تشوف كود البي اتش بي الموجود فيها كمتصفح، يعني كشخص انت عم تتصفحه لهذا الموقع. فمهم جدا اني انا ميز بين هذول المعلومتين لحتى اعرف انا بشو بدي اتخصص. فانت اذا رح تتخصص بالستاتيك ويب سايت يعني حتكون انت فرونت اند ديفلوبر، تمام، انت مسؤول عن الشكل، يعني لانه مثل ما حكينا انه المستخدم رح يقرا ويشوف فقط. اما هون انت بحاجه لانك تتعلم لغه برمجه من جهة السيرفر سايد، يعني أنت مضطر هون أنك تشتغل على موضوع الباك إند. أنواع المواقع الإلكترونية هم من حيث الستايل، من حيث الفانكشن، ممكن أنه يكون موقع تجاري، ممكن أنه يكون موقع لمنظمة غير ربحية، ممكن أنه يكون موقع حكومي، ممكن أنه يكون موقع شخصي، فكل هاي الأمور بتحدد نوع الموقع. هذا بيهمني كثير أنا أول شيء أول ما أعمل خطة لبناء الموقع، بدي أعرف شو الهدف من هذا الموقع، هذا الموقع شو رح يقدم خدمات، شو رح يكون فيه محتوى، هذا كتير بيساعدني بالتخطيط لشكل صفحة الموقع الإلكتروني. طيب شو هو الفرونت إند ديفلوبر، شو هو الباك إند ديفلوبر، شو هو الفول ستاك ديفلوبر؟ الفرونت إند هو شخص بيتعامل فقط مع الواجهات الأمامية، يعني كل شيء بيشوفه المستخدم، يعني من ألوان، من صور، من خطوط، من شكل لهي الصفحة، هذا المقصود بالفرونت إند، يعني كل شيء المستخدم بيقدر إنه هو يشوفه. الباك إند هو اللي بيشتغل مع السيرفر، يعني من جهة السيرفر، فالفرونت إند كلاينت سايد، أما الباك إند فهو سيرفر سايد. فهوني أنا عملي مع السيرفر، مع الداتابيز، مع لغات البرمجة مثلا مثل بي اتش بي، مع قواعد البيانات مثلا مثل ماي سكيول. فأما الفول ستاك فهوني مثل ما بيقولوا انه بيشتغل على الجهتين، على الفرونت اند وعلى الباك اند، يعني بالاساس هو عباره عن مصمم وعن مبرمج بان واحد. طيب في اشخاص تشتغل هذول الشغلتين؟ ايه طبعا، لانه المجال ما مثل ما نحن يعني متعرفين عليه انه هو مجال صعب، انه هو مجال غير ممتع، انه هو مجال مثلا ممكن انه يتشربك الواحد على كثره لغات البرمجه، على كثره اطر العمل الموجوده. بالعكس تماما، انت مجرد ما بلشت بالفرونت اند رح تلاقي حالك تلقائيا عم تدور على لغات الباك اند حتى تبدا تتعلمها، لانه هو الموضوع صاير يعني اقرب، يعني ممتع جدا. فانك تصير فول ستاك هو ما امر صعب ابدا،
مجرد ما أتقنت لغات البرمجة، لغات الفرونت إند، مباشرة بشوية معلومات من قواعد البيانات وشوية معلومات عن لغات الباك إند، رح تصير قادر على إنشاء أو على برمجة موقع ويب، خلينا نقول بسيط أول شيء، تتطور بقى فيه بالأفكار. إذن هذا الفرق بين الفرونت إند والباك إند وبين الفول ستاك. طيب هلأ ما بعرف إذا حأكيد إنه في إنه عندكم خبرة عن الموضوع. أنا هوني قلت إنه في عندي أنا طلب بين السيرفر، تمام، أو العميل الكلاينت بيطلب من السيرفر. طيب هوني أنا أكيد وسيلة للتخاطب بين بي سي مثلا، تمام، وبين سيرفر. فأنا هون عن طريق وسيلة التخاطب بيناتهم، هوني في عندي شيء اسمه HTTP، هو بروتوكول، يعني هو عبارة عن لغة بيفهموها الاثنين. فوقت اللي بيتم الطلب فهم نسميه HTTP request، يعني هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، هو اللي أنا بنتقل عن طريق هذا البروتوكول بين الصفحات، تمام. زين هايبر تكست ترانسفير بروتوكول بهي من الكلاينت للسيرفر هو request، من السيرفر للكلاينت هو عبارة عن response أو استجابة، فهو طلب والسيرفر استجاب له. فلازم أنا أعرف إنه في عندي بروتوكول اسمه الـ HTTP. هلأ بالريال تايم في عنا وسيلة اتصال عن طريق الويب سوكت، يعني أنا ما بكل مرة بحاجة لأني أعمل اتصال لحتى تجيني البيانات، لا، بتتحدث البيانات بشكل يعني بشكل آني، بدون ما أنا بكل مرة أني أطلب البيانات مرة جديدة. فمفروض أني كتير أعرف ميز إنه الـ HTTP البروتوكول المستخدم، أعرف شو هو الويب سوكت، تمام، انه وكيف هو تقنية لاني اتصل بين السيرفر والكلاينت بدون اني ما اطلب البيانات عدة مرات، هي تجيني وتتحدث عندي بشكل تلقائي. اذا حكينا عن الفرونت اند والباك اند والفول ستاك، هلا نبدا بالمسار، منين حبلش انا؟ اكيد رح بلش بالفرونت اند. طيب فيني انا اتعلم باك اند بدون ما يكون عندي معرفة بالفرونت اند؟ اكيد لا، أنا بدي معرفة لو فقط بأساسيات الـ HTML تكفي. يعني أنا إذا بعرف شوية HTML فهي بتكفيني لأني أدخل على مجال الباك إند. طيب شو هي الـ HTML؟ هي أول لغة أنا لازم أتعلمها من لغات الفرونت إند. ترمز أو هايبر تكست مارك أب لانجوج HTML، هي هيكل أي صفحة ويب موجودة بالعالم. يعني كل صفحة ويب موجودة بالعالم فهيكل الأساسي هو عبارة عن لغة HTML. نيجي بقى حتى نحن حطينا الهيكل، بدنا نبلش بقى ندوكر هاي الصفحة ونعملها ستايل معين، نحط لها ألوان، نحط لها مثلا تموجات، نضيف لها تأثيرات. فبنيجي على لغة CSS، فهي المسؤولة عن هاي التأثيرات البصرية كلياتها. ممكن ايضا عن طريق السي اس اس اني انا اضيف انيميشن للصفحه، فهيك انا عن طريق هذول اللغتين فقط اللي هن HTML وسي اس اس قادره على انشاء موقع. رح افرجيكم مثال. طبعا انا حتى اشتغل مع اي شركه مستحيل انهم يشغلوني عندهم الا حتى يعطوني تيست بسيط اقدر حله لو فقط بال HTML والسي اس اس حتى يختبروا قدرات هذا الشخص اللي حيشتغل عنده. مثلا رح نشوف مثلا هذا الموقع، لاحظوا كيف بتيجي او بيجي طلب للمبرمج، رح يعطوك الموقع على شكل PDF او على شكل صيغه من صيغ، يعني ملف تصميم مثلا BSD او ملف مثلا مشغول باحدى برامج التصميم، وانت رح تقدر تشتغل مثله او تحول هاي الصوره تحولها لكود. هلا مثل هذا الموقع نحن قادرين انه نصممه بخليني اقول ب 40 دقيقة عن طريق ال HTML والسي اس اس فقط. يعني مجرد معرفة اساسيات HTML سي اس اس فقط عن طريق 40 دقيقة انا قادرة اني اصمم هذا الموقع. طيب مهندسة يمامة سامحيني على المقاطعة. انا بتوقع انه خطر ببال الكثيرين نفس السؤال اللي خطر ببالي. مثل هيك موقع قديش ممكن يكون متوسط اجرته بالدولار؟ تمام، يعني حوالي اذا ما كان اسرار المهنه. تمام، حوالي 150 دولار اذا كان استاتيك، يعني فقط انا اجيت وعملت نفس الصوره الموجوده. يعني 150 دولار على 40 دقيقه. طبعا بالاضافه للخبره السابقه. اكيد جميل، والله جميل.
طيب الله يجزيك الخير. طيب لسه في ناس بتستخدم ستاتيك ويب سايتس ولا يعني هو الموضوع متعلق بالحاجة؟ هلا أول شيء موضوع متعلق بالحاجة برأيي، ثاني شيء مثلا إذا شخص بده يصمم موقع شخصي مثلا يعرض فيه أعماله والأشياء اللي هو مثلا ممكن إنه يشتغلها، خبراته، مستوى مهاراته، فهي الأمور كلها أنا برأيي الستاتيك ويب سايت ممكن إنه يوفي بالغرض بهذا الموضوع. مثلا مثل المواقع الأخبارية أيضا هي ستاتيك، يعني هي المواقع بتحط الإخبارية اللي بتضل بتنزل أخبار وهيك. أكيد هي يعني كواجهة هي ستاتيك، الشخص تمام المستخدم هو عم يقرأ، لكن جميل. بالخلفية فهي نظام إدارة محتوى، يعني هي بالأساس أكيد هي أكيد طبعا كنترول لوحة بانل، تحكم. أكيد في لوحة تحكم مبرمجة بإحدى لغات الباك إند حتى الأدمن يقدر إنه باستمرار ينزل، إلا إذا كانت هي مشغولة بالورد بريس، فلوحة أو الكونتنت مانجمنت سيستم رح يكون بالأساس موجود وما في بحاجة للبرمجة أبدا. واضح. تمام إن شاء الله. إذا هذا مثال، أنا رح يجيني الموقع على شكل ملف تصميم، أنا رح أرجع كوده رح أحوله ل HTML CSS. طيب أيضا في عنا لغة مهمة كتير كتير، وهي يعني إذا فينا نقول هي عبارة عن لغة العصر، اللي هي عبارة عن لغة الجافا سكريبت. لغة الجافا سكريبت هي عبارة عن لغة بتشتغل بالطرفين، يعني أنا أيضا هي تصنف ضمن لغات الفرونت إند وأيضا ضمن لغات الباك إند، ممكن نلاقي مواقع كلها مشغولة بالجافا سكريبت. فأنا هون قدام خيار إني أول شيء لازم أتعلم أساسيات لغة برمجة، فأنت إذا تعلمت الجافا سكريبت فتعلمت أساسيات لغة البرمجة أو لغات البرمجة أو أساسيات البرمجة أو منطق البرمجة بشكل عام. فبقدر عن طريق الجافا سكريبت إني أعطي تفاعل وحيوية لموقعي. خليني أقول إنه مبدئياً الجافا سكريبت ممكن إني أشوف نتائج الكود اللي أنا كتبته إذا استخدمته كفرونت إند على المتصفح مباشرة، يعني بدون الحاجة لأي خلينا نقول لوكال هوست. تمام، فالجافا سكريبت ممكن إنها تكون كلغة فرونت إند، ممكن إنها تكون كلغة باك إند، وفي عندها عدة أطر عمل تابعة للجافا سكريبت وأيضاً عدة مكتبات، فهي لغة متطورة جدا تعلمها. تمام، أو عن طريق تعلم الجافا سكريبت وحدها فأنت بتقدر تصمم مواقع ويب، تقدر تطور مواقع ويب، فأنت مصمم ومطور بالجافا سكريبت لحالة فقط. عذرا أستاذة إمامة، لكن العرض كأنه ما محطوط. طيب تمام، تمام. إذا أنا بحاجة لـ HTML، بحاجة لـ CSS، وأيضا بحاجة لـ JavaScript. هلا نحن بنعرف إنه أغلب الناس اللي بتتصفح المواقع ما بالضرورة إنها تفوت على الإنترنت وتفتح من الـ أو عفوا إنه تفوت على اللابتوب، تفتح من اللابتوب وتتصفح الموقع. ممكن بكل بساطة إنه تفتح التليفون وتتصفح أي موقع إلكتروني من التليفون. طيب بهالحالة هل ممكن إنه يكون الموقع ظاهر على التليفون بشكل جيد؟ يعني مثلا أنا ما في كلام ناقص، مثلا ما في صورة زايحة على اليمين، ما في صورة مثلا أخذي حجم أكبر من حجم الشاشة، مثلا ما عندي سكرول أفقي، ما عندي سكرول عمودي بالموقع. هوني أنا كمبرمج ويب أو كمصمم ويب لازم أكون منتبه لهي النقطة بشكل كتير منيح. مفروض إن الموقع اللي أنا مشتغلته يكون ريسبونسيف أو يكون متجاوب، يعني أنا على أي شاشة صفحته فالموقع ظاهر بشكله الصحيح. هوني بقى أنا قدام خيارين، الخيار الأول أني عن طريق السي اس اس أتعلم الفليكس وأعمله ريسبونسيف بشكل يدوي، والموضوع جدا سهل، يعني بيستغرق منا حوالي ساعتين عمل حتى أنا أبني موقع متجاوب من الصفر باستخدام السي اس اس، باستخدام الفليكس أو الجريد. طيب الجريد بالبوتستراب، شو هو البوتستراب؟ هو عبارة عن فريم ورك أو هو عبارة عن إطار عمل. الفريم ورك إذا نحن رح نيجي نعرفه بشكل بسيط، هو عبارة عن مجموعة من المكتبات يعني الجاهزة أو الأكواد، عفوا أكواد الجاهزة ممكن أنا أخذها بدون ما أرجع أكتبها من أول وجديد. البوتستراب بيقوم بهذا العمل، بقسم لك الشاشة بشكل متجاوب بدون ما أنت تكتب أكواد. هو بيفترض انه الشاشه اللي موجوده قدامك سواء كانت موبايل ولا سواء كانت تليفون كمبيوتر ولا سواء كانت تلفزيون او اي شاشه اخرى، بيفترض انها هي عباره عن 12 عمود، انت قسمهم بالشكل اللي انت بيناسبك.
فتعلم إطار العمل بوتستراب ضروري جدا لتوفير الوقت. بنلاقي إنه أغلب المصممين بيستخدموه ليوفروا وقت، وأغلب المصممين أو خلينا نقول 85% منهم بيستخدموه فقط من شان الجريد، حتى ما هن يرجعوا من أول وجديد. الصوت واضح؟ آه نعم نعم الصوت واضح. في نقطة يعني أنا هلأ راوتني، إذا آسف على المقاطعة، لكن موضوع تصميم الويب والبرمجة الويب، في الأخ محمد عمران حكاها نفسه أنه المواقع الخفيفة مثلا ووردبريس يقدم لنا خدمة موضوع البرمجي وتصميم وقالب جاهز، بس نحن نغير صور ونضيف عليه بعض المعلومات ونحصل عليها. اينو افضل برايك؟ اينو اسهل؟ اينو اسرع؟ اينو اكثر العمليه وليونه؟ هلا بشكل عام اذا انا بدي ادور على السرعه والوقت، هلا اغلب الشركات تشتغل ووردبريس لانه بشكل عام اسرع. يعني هي مباشره تختار الثيم المطلوب، بتنصبه، بتنشئ منه تشايلد ثيم، وبتعدل على هذا التشايلد ثيم بالHTML بالCSS بالاشياء اللي هي بدها اياها. هذا ممكن انه ينفعني انا كموقع ويب بسيط. هلا ايضا بالووردبريس انا ممكن اني انشئ موقع متقدم جدا او موقع متطور جدا، لكن هلا انا برايي الشخصي اني انا اذا بلشت بلغه برمجه من الصفر تمام، وشفت شو هي الاشياء اللي انا بدي اياها، فانا قادره على التطوير اكثر من اني انا ابني على شيء موجود بالاساس. فممكن اني انا اذا تعلمت لغه برمجه وبرمجت الموقع اللي أنا بدي إياه، فممكن أي تطوير ينطلب مني مستقبلاً أنا قادرة أني أنشئه بوقت أقل. واضح. تمام أستاذة، أنا أسف على المقاطعة. ولا يهمك، الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. الفوتوشوب لابد من تعلمه إذا أنا رح أدخل بمجال تصميم الويب بشكل عام. الفوتوشوب برنامج جداً إنه سهل نتعلمه. في عنا مواقع بديل كتير اني ممكن انه تغنينا عن الفوتوشوب اذا انا كشخص ماني حابب استخدمه شوي. ان شاء الله رح ارسلكم الروابط ورح افرجيكم المواقع اللي ممكن انها تغنيني عن تعلم الفوتوشوب. هيك بهالحالة هاي نحن ان شاء الله بنكون شفنا شو هو الفرونت اند. ننتقل هلا على موضوع الباك اند. الباك اند هو الشيء اللي انا رح اتعامل فيه مع السيرفر، يعني رح اتعامل مع لغات برمجة أو لغات برمجة بتتعامل يعني من جهة الداتابيز. وأيضاً مثلاً مثل عندي بي اتش بي، هي عبارة عن لغة من لغات البرمجة. قواعد البيانات مثلاً في عندي ماي اس كيو ال. ماي اس كيو ال هي عبارة عن نوع من أنواع قواعد البيانات العلائقية. على السريع رح نحكي شوي قاعدة البيانات. هي عبارة عن مجموعة من البيانات مخزنة ضمن مكان معين. بقواعد البيانات العلائقية هي بتكون مخزنة ضمن جدول مكون من صفوف وأعمدة، تمام؟ هالصفوف وهالأعمدة هاي فيها سجلات، يعني كل سطر من هذول الأسطر الجدول هو عبارة عن سجل أو ريكورد نحن بنسميه. ليش سميت علائقية؟ لأنه باختصار ممكن إنه يكون في علاقات بين هاي الجداول. يعني مثلاً إذا أنا رح أحط هاي الصورة، إذا أنا رح أبني أو مثلاً بدي أعمل منصة تعليمية فرضاً، لازم أول شيء بلش بتخطيط الموقع. أول شيء لازم أتعلمه إذا بدي أتعلم برمجة الويب هو قواعد البيانات قطعا. يعني لازم يكون عندي فكرة عن قواعد البيانات اللي أنا رح أستخدمها. غالبا إذا رح أستخدم لغة البرمجة بي، فأنا مضطرة أني أتعلم قواعد بيانات ماي اس كيو ال. طيب مثلا إذا بدي أبني منصة تعليمية مصغرة، أنا في عندي جدول للطلاب، في عندي جدول للمدرسين، وفي عندي جدول للكورسات اللي بيقدموها هدول المدرسين. فممكن أن يكون في عندي أنا علاقة بين جدول الطالب وجدول الكورسات، أيضا علاقة بين جدول الأساتذة وجدول الكورسات. فكل أستاذ مثلا ممكن يكون له آي دي محدد، عن طريق هذا الآي دي العلاقة رح تكون one to many. يعني مثلا كل أستاذ ممكن أنه يعطي أكثر من كورس، وكل طالب أيضا ممكن أنه يحضر أكثر من كورس. فبدي أفهم أنا العلاقات بين الجداول، بدي أفهم كيف أربط بين هاي الجداول، بدي أفهم شو يعني البرايمري كي، بدي أعرف شو يعني استعلام موقعة البيانات. أنا بموقعي مثلا بدي أجيب كل الطلاب اللي سجلوا مثلا على كورس البرمجة وليكن، فرح يصير في عندي استعلام من قاعة البيانات أنه جيب لي من هاي الجداول كل الطلاب اللي مسجلين على كورس البرمجة، ورح يعرض ليهم ضمن صفحة البي اتش بي. ففي أنا عندي حتى بلش بمجال الباك إند مفروض أني أتعلم أول شيء قواعد بيانات، بعدين رح أتعلم لغة من جهة السيرفر أو سيرفر سايد، اللي هي عبارة خلينا نقول في عنا هي كتير لغات
ممكن أشهرها البي اتش بي، ممكن أن يستخدم بايثون، ممكن يستخدم اس بي دوت نت، ممكن أن يستخدم جافا، ممكن يستخدم سي شارب، فكل هاي اللغات ممكن أن نستخدمها للتطوير الويب، لكن الأكثر انتشاراً هو البي اتش بي. خلينا نقول أنه أكثر من 65% من المواقع الويب الموجودة بالعالم هي مبرمجة بالبي اتش بي، حتى الووردبريس نفسه فهو مبني على البي اتش بي. بالباك اند المفروض اني مثل ما حكينا اتعلم الداتابيز، اتعلم لغة برمجة باك اند، المفروض ايضا انه يكون في عندي فكرة عن شو هو مثلا الاي بي اي، كيف انا رح استخدمه. مثلا ابسط مثال على الاي بي اي، مثلا كيف انا ممكن اني اجيب خريطة جوجل وحطها ضمن موقعي، هذا ممكن ابسط مثال اني انا اطرحه عن الاي بي اي. كيف أنا مثلاً ممكن قاعدة بيانات وحدة تكون مشتركة بين تطبيق موبايل وبين أيضاً موقع ويب، كيف أنا هاي القاعدة البيانات ممكن أني خليها مشتركة بين تطبيق الويب وتطبيق الموبايل، أو الويب أبليكيشن أيضاً موبايل أبليكيشن. باختصار خلينا أنه هاي هي الخريطة اللي أنا ممكن أني أمشي عليها لحتى أصير بالنهاية مبرمج ويب أو فول ستاك. بالبي اتش بي كلغه برمجه ممكن انا يكون عندي كذا طريقه لاني برمج، ممكن انها تكون برمجه اجرائيه، يعني انا الكود نفسه اضطر اكتبه كذا مره وارجع اعيده، ممكن اني انا لا اضطر اني اتعلم او لازم اتعلم البرمجه كائنيه التوجه او ما يسمى بالاو او بي. رح لاقي انه في عندي كثير خيارات متاحه، تمام، اني اتعلم البرمجه الاجرائيه بعدين اني اتعلم الاو او بي اللي هو الشيء ضروري جدا حتى انتقل، مثل ما كان في عندي بال فرونت اند اطار عمل اسمه بوتستراب كان يجيب لي اكواد جاهزه حطها ضمن الموقع، ايضا بالباك اند في عندي اطار عمل تابع للبي اتش بي اسمه لارافيل ما بقدر اني اتعلمه او اني استخدمه او اني افهم كيف مبدا عمل هذا الاطار الا اذا فهمت شو يعني الام في سي موديل فيو كنترولر، وايضا عرفت شو هي الاو او بي او البرمجه كائنيه التوجه. أمس يا ماما عذرا على المقاطعة بس السؤال. تفضل استاذ. السيكوال سيرفر ممكن نستخدمها مع البي اتش بي؟ طبعا. تمام. هي قواعد بيانات علائقية، فممكن انت تستخدم الماي اس كيو ال، ممكن انت تستخدم الاس كيو ال لايف، ممكن انت تستخدم الاوراكل، حسب بقى انت المشروع اللي انت عم تشتغل عليه. نحن قلنا اول خطوه بدك تبدا بالتخطيط لمشروعك او تعمل بلان معين، هذا المشروع هو كبير هو متوسط هو صغير، على اساسه انت بتختار قاعده البيانات المناسبه اللي انت راح تتعامل معها بمشروعك. قصدك المخطط شيماب مو بالضبط؟ ايوه تمام. حتى SQL بشكل عام هي لغة، أما الماي طبعا هي لغة نعم. بل هي قاعدة البيانات، هي لغة نعم. الاستعلام بالضبط. ما شاء الله يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب. هيك إن شاء الله بكون أنه لخصت بشكل عام أنه المسار اللي نحن رح نمشي فيه لحتى أنه نصير مطورين ويب بهاي اللغات اللي أنا ذكرتها، ممكن أنه أصمم متجر، ممكن أني أصمم منصة تعليمية، ممكن أني أصمم مثلا موقع لبيع وشراء العقارات، مثلا ممكن أني أصمم موقع شخصي، ممكن أني أصمم نظام إدارة محتوى، ممكن أعرف كيف أنا أنشئ جدول بقاعدة البيانات، أعمل إنسيرت، أعمل حذف، أعمل تعديل، كل هاي الأمور ممكن بتعلمي لهاي اللغات اللي أنا ذكرتها تكون متاحة قدامي لحتى أنا أصير مبرمج ويب. تمام، الله يجزيكم ألف خير أستاذة يمامة، الله يعطيكم ألف عافية، كان يعني كانت معلومات سريعة وجميلة لطيفة، يعني أعطينا فكرة كثير كبيرة عن موضوع الويب ديزاين وال يعني برمجة المواقع أيضا. نحن رح نحكي عن موضوع كمان تاني اللي هو موضوع الدورة اللي أنت رح تطلع فيها إن شاء الله تعالى في بعد العيد. نحن حاليا فاتحين حسم مبكر حوالي 15% لأول 2 طلاب بيسجلوا بهاي الدورة. حسب يعني ما يعني كلام حضرتك وبناء على اللي أعطيتينا إياه اليوم بالدورة، شو هو المستوى المطلوب لحتى واحد يدخل على الدورة ويطلع يقدر يصمم، يعني شو هو المدخل وشو هو المخرج اللي راح يصير فيه معنا هذا هاي الدورة؟
تمام إن شاء الله. هلأ بشكل عام أول شيء حتى الشخص إنه يدخل بالمجال تصميم الويب ما المفروض يكون عنده أي خلفية عن المجال، يعني هو ما مطلوب منه أي شيء غير جهاز كمبيوتر بمواصفات متوسطة بس حتى أنا أنزل الإديتور وبلش أكتب عليه أكواد فقط، يعني ما مطلوب أي شيء بمجال تصميم الويب لأنه رح نبدأ بتعلم من الصفر. المخرج راح يكون من هاي الدورة إن شاء الله هو تصميم موقع ويب، موقع تصميم موقع ويب متجاوب مع كافة الأجهزة، مع تعلم كيفية رفعه على السيرفر وإنه نخليه أونلاين متاح للجميع، أيضا إدارته من لوحة التحكم، هاي بمجال تصميم الويب. أما بمجال البرمجة حيكون إن شاء الله الشخص قادر على التعامل مع قواعد البيانات احترافية إن شاء الله، رح يكون قادر على التعامل مع لغة الـ PHP وبرمجة نظام إدارة محتوى كامل، يعني برمجة Content Management System كامل. ممكن تكون مخرج من هذا الكورس تصميم متجر إلكتروني بسيط، مثلا ممكن تصميم منصة تعليمية مدونة وليكن أي شيء، ممكن إنه إله علاقة بالـ PHP، ممكن إنه يكون عنده هو الأساسيات حتى نقول إنه يطلع ب شيء متقدم إن شاء الله، لأنه هو بس تعلم الأساسيات، شغلة التطوير بقى صفت برأيي تحصيل حاصل. شخص لحاله بقى رح يبحث وتخطر بباله أفكار ويطورها من عنده. عظيم عظيم جدا جدا، يعني والله كلام كثير كثير حلو. من واحد إنه يقدر يبدأ من الصفر وخلال شهرين على مدى 24 ساعة تقريبا يمكن يقدر يعمل متجر إلكتروني ويقدر أو مدوني، يعني شيء كثير كثير حلو. متشوقين. أنا عندي سؤال، سامحني أستاذ مؤمن بدي أقاطعك، اللي هو إنه هل ممكن الواحد يأخذ واحدة من الدورتين فقط وشو بيكون فائدته، ويعني ولا لا يأخذهم سوا؟ أستاذ محمد برأيي إنه واحدة من الدورتين مثلا دورة التصميم حتكون الفائدة إنه هو تصميم موقع ستاتيك، يعني هو موقع للتصفح تمام، موقع ريسبونسيف متجاوب، فأنا أخذت لغات التصميم وكيف أنا أجعل موقع متجاوب. أما أنا حتى أدخل بالمجال الثاني اللي هو الويب بيكفيني أني أعرف فقط أساسيات الـ HTML حتى بلش بـ PHP وداتابيس. عملياً HTML تعلمه جداً بسيط، هي عبارة عن مجموعة من الوسوم، مجرد ما عرفت كيف أستخدمها لهي الوسوم فأنا ماني بحاجة أي شيء آخر لحتى أفوت بمجال برمجة الويب. ممكن أي شخص بيعرف شوية HTML يفوت بمجال البرمجة، أما إذا ما عنده أي خبرة عن الموضوع رح يكون الموضوع شوي صعب إلا إذا تعب على نفسه شوي وتعلم HTML. واضح، الله يجزيك الخير يا رب، مشكورة. وإياكم يا رب. هلا إذا في أي أسئلة أنا جاهزة، تفضلوا إن شاء الله. ما بعرف إذا السؤال حكينا فيه اللي هو هل البايثون تغني، هل تمت الإجابة عنه؟ لا بس حتى شوف الأسئلة. السؤال هو هل لغة بايثون تغني عن جافا سكريبت و PHP؟ هلا كل لغة إلى استخداماتها. هلا البايثون تستخدم بمجال تصميم الويب، يعني أنا البايثون تستخدم بالذكاء الصناعي، تستخدم بمجال برمجة الويب، تستخدم بمجالات شتى، فما فيني أقول إنه لغة تغنيني عن لغة أخرى. لكن هلا البايثون إلى أطر عمل خاصة فيها، مثلا مثل جانجو، مثلا الجافا سكريبت إلى أطر عمل خاصة فيها، مثلا ممكن إني استخدمها من جهة السيرفر سايد مع النوت جي إس تمام. ممكن ايضا تكون لها في اطر عمل خاصه فيها بالفرونت اند، مثلا مثل استخدم انجولار، استخدم فيو، استخدم مكتبه الرياكت، كلها ممكن انا استخدمها مع الجافا سكريبت. البي اتش بي شهرتها هي من انتشارها الواسع، من المصادر الهائله الموجوده لها، فمن هون اجت شهره البي اتش بي. لهيك بنلاقي انه اكثر من نصف المواقع الموجوده على الانترنت هي مبرمجه بالبي اتش بي، حتى ان تنصيبها والبدء بالعمل فيها هو امر جدا سهل، فما في لغة أنا ممكن إنها تغنيني عن لغة أخرى. هلا البايثون بتشكل لي موقع، بتصمم لي موقع إلكتروني وبتبرمجه. الجافا أيضا، الجافا أيضا، جافا سكريبت، PHP، ASP.NET، كلها ممكن إنه أطلع منهم بموقع إلكتروني، لكن الأكثر انتشارا هو البي اتش بي، الأكثر أمانا هو الـ ASP، لكن الأداء أبطأ. البايثون ممكن أن تكون فينا نصنفها يعني بالمنتصف، خلينا نقول الجافا سكريبت هي لغة المستقبل. جميل جدا، والله عندي فضول أعرف ليش الجافا سكريبت هي لغة المستقبل.
صراحة لأنه حاليا تعتبر أقوى اللغات. عجيب والله، ما كان عندي هالمعلومة أبدا. طيب في عنا سؤال، أنا تعلمت الآن مهارة الفرونت إند وأريد البدء بمجال الباك إند، ولكن حائر قليلا، من أي لغة برمجية أبدأ؟ هل بي اتش بي أم نود نقطة جي اس دوت جي اس؟ علما أني جيد بلغة الجافا سكريبت، هل أتوجه للنود أم يفضل بي اتش بي كبداية؟ هلا اذا هو انا عندي مثلا مهارات متقدمه بالجي اس، فممكن اني انا استخدم النود جي اس. النود جي اس بدي انا اخذ بعين الاعتبار انه هو اطار عمل مبني بالجافا سكريبت، يعني انا وقت عم اتعلم نود جي اس انا عم اتعلم اطار عمل، تمام. اما بي اتش بي هي لغه برمجه ايضا في لها اطر عمل خاصه فيها، مثلا مثل كيف يعني؟ بس لا يعني النود جي اس هي لوحدها لا تكفي يعني؟ أكيد يعني هي تكفي. جواتها بيتم استخدام لغة أخرى ولا كيف؟ هي مبنية هو إطار عمل مبني يعني هي مبنية بالجافا سكريبت، تمام. هي أسرع من بي اتش بي بس هي بالمراحل. عاملة نسختها يعني مبنية على الجافا سكريبت بالضبط وعاملة ترتيبها الخاص، فهو اللي بيبرمج فيها فعليا عم برمج بجافا سكريبت. بالضبط، حتى هي أسرع من البي اتش بي. النود جي اس بتعتمد على مبدأ التوازي، يعني مثلا أنا إجاني ريكوست، فعم يتنفذ مبدا التوازي غير مبدا البلوك، يعني بعكس البي اتش بي. البي اتش بي بتعتمد على خلينا نقول انه ما بيتنفذ كود الا يتنفذ اللي قبله، بعكس النود جي اس في عندي توازي بالموضوع. يعني انا نعم لبين ما نفذت امر معين بكون عم اتلقى امر اخر، واضح واضح فهي اسرع. جميل. طيب كان في أيضا عندنا سؤال أنا اللي في هي عندي سؤال أستاذ محمد، بس بينات ما تفضل. تقرأ السؤال لحضرتك، لحضرتك أنت الآن تلقي يعني دورتين، هل في دورة لازم واحد ياخذها ليبلش في الدورة الثانية، ولا بيقدر الواحد ياخذهم على حدة كل واحد على حاله؟ هلا بيقدر الواحد ياخذهم على حدة، وبيقدر اذا عنده سبق قلت انه فقط اتش تي ام ال، معرفة بالاتش تي ام ال، ممكن انه ياخذ الدورة الثانية اللي هي برمجة الويب مباشرة. برمجة الويب، ويعني هاي بيقدر ياخذ. طيب التصميم الويب بيقدر ياخذ لحاله؟ ايه اكيد، تمام تمام ان شاء الله. شكرا. العفو، لا انسى يا ماما سؤال. تفضل. انا بالنسبه لي عندي اساسيات ال HTML وال CSS، وعندي اساسيات سي شارب وجافا، تمام، وعندي السيكوال سيرفر، طبعا السيكوال كامل يعني الحمد لله خاتمها، وعندي السيكوال سيرفر شيء متقدم، هذا التيرجر والبروسيجر يعني اموري تمام فيه، فشنو الدوره الممكنه يعني اخذها هلا برايك؟ هدول الدورتين قصدك، من ايه البرمجة أو من الويب؟ أكيد البرمجة نعم من الويب، انه انا توجهي ويب يعني، بس يعني اي هي اخذ يعني ممكن أكيد حسب برمجة خبرتي. الويب، أكيد برمجة الويب. بس أنت إذا عندك خبرة بالسي شارب ممكن أنك تشتغل على الـ ASP.NET، لكن البي اتش بي هي الأكثر شهرة مثل ما حكينا. هي البي اتش بي لها شهرة هنا بتركيا وبالوطن العربي. نعم انا اريد البي اتش بي. تمام ممكن، لأنه عندك أساسيات الـ HTML والـ CSS، وعم تتفضل حضرتك عم تقول إنه بتعرف بقواعد البيانات ولغة الاستعلامات، فالموضوع بي اتش بي عندك إنه موضوع جدا حيكون سهل إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا. هلأ هون في الأنسة أسماء عم تسأل إنه الفلتر بتصميم المواقع، الفلتر هي لتطبيقات الجوال. طريقة الدفع الإلكتروني بتركيا، هون في عندك تشعب بالموضوع. هلأ مثلا في ناس تستخدم، في عنا عدة بوابات دفع، ممكن إنك تستخدم طريقة دفع إلكتروني معينة، مثلا خلينا نقول بايبال، لكنها هون محظورة فراح تلجأ لوسائل أخرى. مثلا ممكن تستخدم سترايب، هي عبارة عن بوابة دفع. بتفوت انت مثلا على موقع سترايب، ممكن انه يكون عندك حدا مثلا بدولة أوروبية معينة يفتح لك حساب او ينشأ لك حساب على سترايب. من الداشبورد الخاص بسترايب انت راح تاخذ مفتاحين، واحد بنسميه البابليك كي والثاني راح نسميه البرايفت كي. من الدوكيومنتيشن الخاص بالسترايب انت راح تاخذ الكود الخاص اللي انت راح تحطه عندك بالموقع، تمام.
رح تلاقي انه القوة هون بتصميم الموقع الالكتروني، ممكن انك تستخدم قواعد البيانات، وممكن انك تستخدمه تعمله باستخدام المصفوفات بدون قواعد البيانات، ممكن تستخدم مثل ما حكينا بوابة دفع مثل سترايب، لكن بشرط انها حتكون بوابة الدفع فاتحة باحد البلدان اللي بتدعم سترايب، وهو الان اشهر عالميا، بس بيمشي الدفع من اي مكان بالعالم، من تركيا او من اي دولة اخرى. ممكن انه في عندك التو شيك اوت، تمام، في عندك بوابة دفع اسمها سكريل، لكن الموضوع مع التو شيك اوت يعني شوي معقد، ممكن مثل ما حكينا تستخدم بوابة الدفع سكريل، ممكن انه تستخدم السترايب، وكل وحدة منهم في لها دوكيومنتيشن خاص فيها. يعني الموضوع هو مباشرة هو عبارة عن API انت بتنسخه حسب لغة البرمجة اللي انت مستخدمها بموقعك وبتحطها عندك ضمن الموقع. اما البرمجية اللي مثلا منتجات، انت رح تجيب المنتجات من قاعدة البيانات تعرضهم عندك بالصفحة، تمام، وضمن المنتج ضمن الكود نفسه انت رح تحط الكود اللي انت نسخته من بوابة الدفع، تفعل او تحط فيه البابليك كي وتحط فيه البرايفت كي وتعمل. هلا اغلب بوابات الدفع بتفتح لك شيء اسمه الديمو، يعني انت تنفذ عمليه الدفع يعني بشكل وهمي لحتى تشوف مدى صحه الكود اللي انت كتبته او اللي انت حطيته عندك ضمن الموقع. اذا كان الديمو مشي معك تمام وتم التحويل وشفت انه الامور صحيحه الامور تمام، فممكن انت تنتقل على اللايف مود، وبقى تحط البابليك كي والبرايفت كي الاساسيين يعني الاصليين ما اللي هن اللي انت جايبهم من الديمو او من التست مود. الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا. أستاذة يماما، في طالب عم يسأل عم يقول إنه هل الدورة حتكون مختلفة عن الدورة السابقة؟ هلا بمجال أكيد هلا برمجة الويب هي دورة أول مرة بتنطرح. تمام. يعني هي حتكون إنه بالأساس هي مختصة، نحن رح نشتغل الآن مع لغات الباك إند، مع لغات البرمجة. تمام. عظيم جدا. أصدقائي، أنا حطيت الرابط الخاص في التواصل مباشر معنا إن شاء الله على حسن 15% في لأنه عرض التسجيل المبكر لأول 8 أشخاص. بالنسبة لعدنان عم يسأل عن موضوع التسجيل الخاص بالجلسة، إن شاء الله رح ننشره غدا أو بعد غد على اليوتيوب إن شاء الله تعالى. أيضا بدي أذكركم إنه نحن بكرة عندنا لقاء مع مهندس معمارية الدراء نجم، بالإضافة إلى بعد بكرة عندنا لقاء مع الأستاذ محمد بيحكي لنا عن التصميم والقصد التصميم بشكل عام بالفوتوشوب والإلستريتر. أيضا سيكون عندنا لقاء يوم الأحد مع المخرج يوسف شندي ويحكي لنا عن البريمير والإخراج والإنتاج. أنا كثير سعيد جدا باستضافة اليوم الأستاذ يماما، الله يجزيك ألف خير ويعطيك ألف عافية على المعلومات والكلام اللي كان كثير كثير مفيد. وإياكم يا رب، الله يبارك فيكم يا رب. أستاذ يماما، إن شاء الله مع حضرتك في مواضيع أخرى إن شاء الله تعالى. إن شاء الله مع مهندسي سدرة نجم رح تحكي لنا عن ثقافة التصميم المعماري وعن أمور تانية تتعلق بالهوية البصرية وما إلى هنالك إن شاء الله. نشوفكم بكرة، كونوا بخير والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.